معي من بنغازي عادل طلحي مدير مركز للدراسات المركز الدراسات الأمنية. مساء الخير، أهلا بك معنا سيد عادل. لو نبدأ بتوصيف معركة درنا وأهميتها انطلاقا من خصوصية درنا كموقعها كسكانها. أولا مساء الخير، كل سنة وأنتم طيبين. أهلا وسهلا وأنت بخير. طبعا قبل كل شيء، طبعا لابد أن نعطي المشاهد أن مكونات التنظيمات الإرهابية في درنا، طبعا تتكون هذه التنظيمات الإرهابية من ثلاثة مكونات، وهي مكون من أنصار الشريعة بقيادة أحمد بن ناصر، وقيادة تنظيم القاعدة وهو أبو سليم بقيادة عبد السليم العبد وأيضا مروان الجداني، وتنظيم التكفير والهجرة وهو بقيادة الأبد الغيثي، وأيضا بالإضافة أن هناك قيادي أجانب وهو القيادي المعروف هو القاضي الشرعي لتنظيم القاعدة عمر سرور، وهو موجود في مدينة درنا وهو مطلوب من المخابرات المصرية وأيضا من المخابرات الأجنبية، وكذلك القائد الميداني اللي هو لتنظيم القاعدة اللي هو هشام العشماوي، وهو أيضا من أبرز القيادات الموجودة في درنا وهو مطلوب من المخابرات المصرية لتورطهم الاثنين اللي هو عمر سرور وهشام العشماوي في الاحداث التي حدثت في مصر في سيناء وايضا في 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 بعض المناطق في مصر. طبعا هذه الفكره عن التنظيمات الارهابيه في مدينه درنا. طبعا يتمركز التنظيم القاعده وهو جماعه فلسطين على اربع مناطق، ويضعون تمركزاته في منطقه وهو تمركز الميناء وايضا تمركز الصحابه وايضا تمركز في قريب من مستشفى هريش وايضا في تمركز المدخل الغربي. طبعا حقق الجيش الليبي تقدمات كبيره وهو في شيخة شرية، والان ربما حدث انسحاب تكتيكي وهو ربما طبعا بعد بني هذا تنظيم القاعده على الخسائر البشريه وايضا الاعتماد، والان ربما هناك عمليات عسكريه ربما ستقوم بها عمليات نوعيه الجيش الليبي داخل. صحيح، وصل لمواقع حصينه للمتشددين. طبعا في خلال يومين من خلال الخطه التي وضعها الجيش الليبي بقياده ربما وقف العمليات، ربما وضعت خطة محكمة وهي ربما عمليات استراتيجية، ربما الجيش الليبي ربما سوف في الساعات القادمة إن شاء الله بإذن الله تعالى سوف يحقق انتصارات إضافة للانتصارات التي حققها قبل ساعات. ولكن أريد أن أشير إلى نقطة مهمة، وهي أن طبعا أن هناك قوة من الحراك داخل مدينة درنا سوف يعول عليها الجيش، وهو سوف تكون بالتحديد بالساعة وبالتوقيت الذي يحدده الجيش للانتفاضة الداخلية. طبعا من تعرفون أن هذه المناطق ذات ثقافة سكانية وأيضا تتمركز هذه الجماعات الإرهابية داخل هذه المناطق. دعم من داخل سكان قصدك سيد عادل؟ طبعا هناك طبعا في شباب منضويين طبعا لعملية الكرامة، وسوف يحدد الساعة وسوف يكون هناك ان شاء الله باذن الله تعالى في عمليات نوعيه من الشباب المناطق، هو ما يعول عليه. طبعا هناك دعم كبير من الشارع الدرناوي وهو طالب بتدخل الجيش لتطهير هذه المدينه من الجماعات الارهابيه، وايضا ربما ايضا كما اشرت لك ان مخافه ان يكون هناك دروع بشريه لكي يقوم بها هذا التنظيم. لهذا هو من ابرز اهداف الجيش الوطني انقاذ الاهالي. على اي حال نحن نتابع معكم تطورات معركه درنا الليبيه. شكرا جزيلا لك من بنغازي عادل طلحي مدير مركز دراسات الامنيه.